منفية العبد الله. وقت انفتم علينا الدواشة، احنا قاعدين ببيت اخوي، القطعة قريبة علينا يعني مش اقول شيء، مثل هالسجارة من بعد بيناتنا زفت، خيتو بيننا وبين القطعة زفت. ابني من ورا ضربهم، من هم شرجيتو جاي يضربون القطعة، وابني من ورا يضرب. يوم انضربهم طعن منهم، يوم انطعن منهم البسكيه ما ادري ايش يقولوا لها الزاتين هيك قدام الثلج. سمعت الوهساني، قمت يوم انقمت وان السلاح مرمي قدام الباب، انا شايل جداحة ليزر والله حمرة تذكرها يعني، كان يهف جداحة من ايدي الداعشي. قال لي يلا هات شوف ايش كذا، حتى اللي جداحة قال لي نضبوا ليش فوتي جوا، يلا فوتي جوا. والله كاوني دفشني فوتني، بعد ما فوتني ندار على الشباك على الدار في شباك بنمشي الرد، ضربني منه. يوم ضربني بالكوشاية، كان هيك عندي بنيات ابن اثنين، كان اغضبهم بالكوشاية ودك بين هيك بالكوشاية، وصار ضرب فوقنا. قولي ضربها لما دشرت الشرب، لما سكت قولتكم دواعشي احنا دولة الاسلامية، انتم يا اهل مخزوم سلمتونا للكرال. او قاموا يضربون يوم ونار قامت لها، القطعة تضرب وهم يضربون، القطعة تضرب وهم يضربون، لا الصبح الساعة خيتو أربعة جم، الساعة أربعة فاتم علينا الدواشة. شفتم أني ثلاثة، اثنين فاتم علي ودفشوني فوتوني. بالله لحيتم ودابس مثل هاي محرمة بس مو سودة، حمراء من جواها من بين دقن هيش، ودفشوني فوتوني. واحد واقف عند اسم الباب المطبخ، يعني ثلاثة اللي فاتن عليهم وغيرهم ما عرف الجري ايش بيه ما ادري. مفوتين سلاح، مفوتين هني سلاح معي، يدي يقدرون يقضون سلاح سلاح بعيد عنهم عاد صار. واهل الجري قامت تضربهم. جم اخوتي من غاد صاع علي اخوي، قلت له قال ايش بيه عندك من فيا ايش بيه عندك، قلت له ما عندي حدا لا تفوت، ما عندي حدا صعب طول حسي. ردم فهما علي وردم، ولا فات جوا الدرج بدي يقتل اخوي، يعني لو جايين اخوتي زاد جدلهم. بس عاد مو صحت عليهم فهمهم علي وردم. والصبح لما قمت وان شنتي بنت اختي، يعني صوابين براسي بنت اختي وابني، انا واثنيناتهم مسؤولين. والحرمه صاحت يعني بالليل هجسناها صاحت، بس ما اعرف ولا عاد اجرب اطلع. ولما قمت يا بنتي ان دم مو دم، مرتو خلوط على بعض والعالم انهزمت، جريه كلها انهزمت. ابوي جت الدواعشه جت الدواعشه والعالم انهزمت، ما ظل حدا اللي عنده سياره حمله ومشي. اني ما ابو حدا عندي الا اني ميتين عندي، واطلع برا اصيح واضرب على حالي وارد عليهم، اصيح واضرب على حالي وارد عليهم. وظليت يجي ساعه ساعتين تا العالم جتري. توصلنا احنا والله، قال لي بدي اروح على بيتي ذاك، قلت له يلا قوم روح الله يسهل لك. والله قضى براح، طلعت معالف من البيت، قلت له عبد ليش تاخذ هاي معك الباروده، وين من تروح معك ليش تاخذها؟ قال انا ليش شايله، شايله مو مش انا حامي حالي وحامي الوطن، اذا شايله مش انا حامي حالي وحامي الوطن، بل شي حدا يجي قدرني هاني وماشي مثلا من ورا، مثلا يجيني حدا يلاقيني عطول معي هذا سلاحي مثل المراه، بدي اخذه معي. قلت له يا ابني هل سلاح بدي يروحك من يدي؟ قال لي وحدي الله يا امينه وما سرنا الكاتب سوا. قال لي اني طلع ديري بالك على الولاد، اني طلع وصلتش من الولاد، لا تطلعيهم برا، ترى الدواعش كلاب يذبحون الواحد مثل انعجه. قلت له دخيل الله هالدواعش مو شايفتنا الا احنا، ما ابو شي لحق جو ساكر لا ابو دواعشه ولا ابو شي، يعني فعلا ما تقولين بي شي. حسيت لما حسيت ان الطربقه ورا الباب حز الله شان تجحيش مثل ما تمشي مثل طربقه طربقه طربقه، يا شي من الشغله مو خال بعضها بيجي ابوه هذا مثل اخويا. قمت لبست محرمتي، لفيت لبست يعني حبستي، صليت شهرت اهلي عندهم برديه، شهرت هالبردايه وانه داعشي مثل الجحش شايل حمل عجل الشايل معك.
وين ولدها؟ يعني لولا هي يما قلت لهم ولداي متنا اليوم اسكتوا اسد بنتي تبكي اسد بنتي تصرخ هذا يسولفني اسكتوا اقول لحالي عبد يمشي ويوصيني بعد هذا الحد يمد هاي البلوه من هنا وانه مخلص علينا هو ما راح والطقطقه صارت ما جرب اطلع غير الطقطقه بهالدار امشي مثل ما ابولي بالدار يعني ما عاد الدنيا صارت نار من الظهر فجأة الصبح قلت بدي اروح اريد اموت خليني اموت بدي اروح على عبد يريد يجي يطلعنا انا ولدي ما تقدر فتت يعني ما بضرب بس عمتي تصرخ صحيت قلت لها عمه ايش بي وانها تقول لي تعال شوف اليوم عبد عريس رحت الله لا يشوف ايش هالشوفه اني طمست بالدم والله لهي انهم ذابحين وهو وياه ضاربينه وطالع ضارب على الباب بي طرختي انطلقت فوت وطلقت اطلع كاني هو مو مسكر بالدار هو بالدار قام يضربونه هو يضربهم يضربون طالعينه برا عاد شاتلينه برا خلصين عليه وفوتينه هي كاني مرته صارخه صايحه قايمه زادت تحامي عنه مستلمه الباروده قايمه تضرب رادين مخلصين عليه.